خلونا نتعرف بقى على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة. فاحنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود، أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وانت طيب وليك وحشة والله. الله يخليك يا استاذ كريم، كل سنة وحضرتك طيب. بنغوان، اهلا بيكم. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك. احنا كده بقى دخلنا رسمي في الأجواء الصيفية، مظبوط؟ طبعا. طيب، الأجواء الصيفية بقى بتحمل في آخر كام سنة في بعض الأحيان يعني إيه موجات حارة استثنائية، هنبتدي بقى إيه نتعامل مع النوع ده من الموجات إمتى؟ إحنا في شهر 7 حضرتك أستاذ كريم، شهر 7 وشهر 8 هم عز صيف جمهورية مصر العربية. بالفعل هناك امتداد ملحوظ لمنخفض الهند الموسمي، إيه اللي بيأثر علينا بشكل كبير جدا على كافة محافظات الجمهورية بكتل هوائية حارة إلى شديدة الحرارة أحيانا في المناطق الجنوبية للبلاد، مع ارتفاعات في نسب الرطوبة. ارتفاعات نسب الرطوبة طبعا هو اللي بيدينا مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة سواء في فترات النهار أو في فترات الليل. فطبعا ارتفاع نسب الرطوبة هو ده العامل المؤثر والأكثر تأثيرا على مود المواطنين ويعني ومزاجاتهم وتقلباتهم نتيجة طبعا العرق الشديد وكميات الرطوبة العالية والاختناق أثناء التواجد في أماكن مغلقة أو أماكن سيئة التهوية. تمام. برضو من الحاجات اللي ظهرت الكام يوم اللي فاتوا عالميا كان في حرائق غابات، طبعا طبيعي بقى هنبتدي نسمع النوع ده من الاخبار الفتره اللي جايه في دول اوروبيه كتير، كان في حتى في كندا حرائق غابات والدخان الكثيف بتاعها وصل لدول مجاوره. احنا بعيد شويه عن النوع ده من الحاجات، مش كده برضو يا فندم؟ مش بس عشان ما عندناش غابات، انا بتكلم على الاجواء الاستثنائيه الحاره بشكل استثنائي. باذن الله طبعا احنا بعيد عن هذه الموجات شديده الحراره بتأثر على حرق الغابات، لان ما فيش عندنا طبعا طبيعه الغابات اللي موجوده في بعض دول العالم مش موجوده في جمهوريه مصر العربيه، لكن ما فيش كلام ان ممكن يحصل حاجه نتيجه ارتفاع درجه الحراره او تزهيد بعض التكييفات بشكل مستمر، ممكن لا قدر الله تصيب حاجه زي كده مع ارتفاع درجات الحراره. طبعا في حتى محاصيل بتتاثر جدا في الاجواء الحر. ممكن حاسين بس في التعامل مع هذه الاشياء. من شغال في المراوح على مدار ال 24 ساعه، التكييفات على مدار ال 24 ساعه، لا الموضوع يكون فيه نسبه وتناسب، لازم افتح الشقه او اماكن الشغل الشبابيك البلكونات لازم يكون فيه حركه للهواء عشان نسب الرطوبه العاليه دي بقدر الامكان ما يحسش بيها كبار السن والاطفال اللي بتسبب حالات اختناق احيانا. صحيح. جميل. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود على التغطيه دي، شكرا لحضرتك.